مساء الخير. اليوم تنطلق المرحلة الثالثة من ستيبس بطولة لبنان لكرة السلة بعنوان كثير كبير، حكمة وهومنتمن، يلي عندهم تاريخ حافل بتاريخ بطولة لبنان لكرة السلة. وخليني أقول لكم إنه بآخر 32 مباراة، عم نحكي من 2005 لليوم، يعني 18 سنة، 18 مرة ربح فريق هومنتمن، 14 مرة ربح فريق الحكمة. بانتصارات هومنتمن 18، ربح 15 منهم على التوالي بين 2016 و2019. ومن بعدها الحكمة سيطر على هيدي المواجهة بين الفريقين، لأنه بآخر خمس مباريات جروا بين حكمة وهومنتمن، الفوز كان دائما عم يكون لصالح الفريق الأخضر. النادي الأخضر اليوم عم يستضيف المباراة على أرضه بشبه فول هاوس، خليني أقول لكم، بملعب غزير، جمهور كتير كبير عم يتابع المباراة ناطر هيدي المواجهة. هومنتمن يلي عنده فوز وخسارة لهلأ بسلمس بطولة لبنان، بينما الحكمة عنده انتصارين من مباراتين، هو ونادي بيروت الوحيدين بعد 10 مباريات يلي ما ضاقوا طعم الخسارة. هل رح يقدر الحكمة يكمل سلسلة انتصاراته بسلمس بطولة لبنان، أو هومنتمن رح يفوز على فريق الحكمة بهيدي المواجهة المنتظرة الجماهيرية يلي بتحمل عناوين عديدة، خاصة كمان إذا بدنا نحكي من الناحية التقنية، من ناحية الديفنس. قدر فريق الحكمة بمباراتين تدخل سلته 55 نقطة ونص، وهيدا الرقم بالفعل لافت. قد ايه قادر دفاع فريق الحكمة اليوم يوقف بوجه هجوم فريق هومنتمن يلي يعد حاليا ثاني أفضل هجوم بالبطولة بعد فريق بيروت؟ فريق هومنتمن معدله بالمباراة الواحدة 91 نقطة، بتشوفوا قد ايه في فرق. عشان هيك اليوم رح تشوف مواجهة حلوة بين المدربين، المدرب جاد الحاج والمدرب جوم جاعس. ما رح اتأخر، رح نروح بسرعة لزميلتي جاجا اللي محضرة مقابلات قبل ما اخذ المدربين. تفضلي جاجا. يعني غياس، مثل ما سبق وذكرت، فريق الحكمة عم يستضيف فريق الهومنتمن على أرضه اليوم. فريق الهومنتمن قدر يخطف مباراة وخسر بمباراة أخرى، أما فريق الحكمة بعد ما تعرض ولا أي خسارة، وأكيد عينه اليوم على خطف الفوز ويستفيد من الهوم كورت أدفانتج ومن الجمهور الكبير. معي قائد فريق الحكمة رودريك. هاي جاجا. بطولة أول واحد كي. أما بمواجهة فريق الأنترانيك شفنا شوي في العديد من الجابس، يعني رودريك ما كنتوا بافضل حله، شو النقطه يلي اشتغلتوا عليها تقدروا تواجهوا فريق الهومنتمن بقوه اليوم؟ اول جيمين بلشنا بطيئين فيهم، بس الحمد لله اخذنا التو وينز، هيدا الاهم. اشتغلنا على كثير قصص، كوت جاد كثير عم يشتغل، اشتغلنا على اغلاطنا فيديو سيشن. فريق هومنتمن فريق كثير منيح، كامل عنده على كل البوزيشنز، سو مجهزين لهيدا الموضوع. وان شاء الله اليوم على ارضنا بنبلش بالطريقه اللي لازم نبلش فيها. الشيء اللي برايي عم يميزنا هي روتيشن الكبيره بالفريق، ولازم نستفيد من هذا الموضوع. وجايل تحيه للجمهور يلي عم بواكب الفريق دايما، ومبروك للجنه الاداريه الجديده لنادي الحكمه. ان شاء الله بيكون كل شيء منيح من هلا ورايح للنادي. ان شاء الله رودريك، يعني انضم لكم سنتر جديد إليجا توماس، شو قدرت تشوف منه؟ شو برايك رح يضيف للمباراه اليوم بما انك شفته بالتمرين؟ هلا تمرينتين ما بيكفوا، بس مزبوط تمرينه واحده تمرينتين، ويف من صاب ما عم بيقدر يلعب. منيح انه اشتغلوا تيكون معنا اجنبي يساعدنا، اكيد قد ما بيقدر حيساعدنا، بس وي كانوت اكسبكت ا لوت لانه صار له بس يومين معنا. هوبفلي يساعدنا، وهوبفلي نعمل جيم حلو ينبسط فيه الجمهور ونربح. شكرا لك رودريك. جادها عم بأخرنا قصد رودريك؟ لا اكيد لا، ليه عندك روح المؤامره؟ لا ولا مره. جاد، اولا كيف حاسس حالك مع فريق هومنتمن؟ اول شيء مبروك جاجا لك، وفريق جديد عم نتعود انا والفريق على بعض، بس الحمد لله في كيمستري، عم نعمل شيء كثير حلو، واليوم تيست كثير كبير لنشوف نحن وين صرنا. يعني اليوم عم تواجهوا فريق عنده اجنبيين 2 بلس 1 جاد مثلكم، وانت بتعرف انه انت عندك دور كثير مهم هيدي السنه بالفريق، شو مهمتك اليوم بمواجهه الحكمه؟ مهمتي مثل مهمت كل اللعيبه، بدنا نجيب الوين. كل واحد عنده قصص صغيره ما راح اقولها كرمال كوتش جاد ما يعرف شيء، بس انه هدفنا نجيب الوين لانه حكمه دايركت اوبوننت لنا على الفاينل فور. ذاتس ات. يعني اليوم عم بتواجه مدربك السابق، برايك بتحس انه اوراق جاد الحج مفتوحه امامك؟ هلا اوراقي واوراقه، بنعرف بعض كثير منيح، خصوصا ثلاث اربع سنين انا وياه. كوتش جاد بضل يعرف يفاجئ الكل يعني، بس رح نجرب قد ما فينا نخفف من خطورته. شكرا لك جاد. يعني غياس، عنصر المفاجاه رح يلعب دوره عند فريق الحكمه يلي انضم لهم سنتر جديد، واكيد جاري يلي انضم لفريق هومنتمن يلي رح يركز 40 دقيقه اليوم، هو يلي رح يخطف الفوز.
وهون خلينا نقول انه إيلايجا توماس صار له تقريبا 24 ساعه بلبنان. انا كنت عم بحكي مع المدرب جاد الحاج، ما قدر شافه كثير، ما بيعرف شو ممكن يعطي بهيدي المباراه، مشان هيك ما رح يعتمد عليه كلاعب اساسي، رح يكون رضوان سليمان الى جانب ويليامز بالتشكيله الاساسيه لفريق الحكمه. يعني بانتظار اخذ المدربين، الظاهر ما رح نقدر ناخذ المدربين لانه صاروا عم يعطون الخطط الاخيره. رح نشوف التشكيلات الاساسيه يلي اختارها المدرب جادو حاج والمدرب جون جونز. اذا رح نشوف التشكيلات الاساسيه، جمهور كثير كبير موجود ملعب غزير، يعني فول هاوس عن جد. اذا جورج ويليامز، بوبو، مارك كويري، احمد ابراهيم، كريم عز الدين، ورضوان سليمان اللاعب التونسي، تشكيله المدرب جاد الحج بوجهها فريق هومنتمن مع جيمي سالم، جاد خليل، والتر هوج، جيرار حديديان، دوين جاكسون عم يبلش كاساسي، يعني رايح المحطه لدوين على البوزيشن فور، عم يبلش سمول بول. جيرار حديديان كمان بيقدر يلعب الاوتسايد جيم، اذا كاركتر شوي مغير عم يبلش فيه، ما عم يبلش رافائيل بوتني بالتشكيله الاساسيه لفريق هومنتمن. الحكام الثلاثه اليوم رباح نجيم، عادل خويري، وجورج سعد، هن رح يقودوا مباراه اليوم بافتتاح المرحله الثالثه لسنيبس بطوله لبنان لكره السله. الفريقين اذا على ارض الملعب، اخر مره ربح الهومنتمن بهالملعب تقريبا من 5 سنوات، النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. صاخبة بملعب غزير مثل ما عودنا دائما جمهور الحكمة، خاصة بعد النشيد الوطني اللبناني، النشيد الحكمة يلي بيأديه بطريقة بالفعل فيها كثير من الحماس. هيدا الشيء بيساعد بشكل كبير لاعبين النادي الأخضر بهيدي المواجهة. الزملاء كمان موجودين، وجود كمان وجوه فنية اليوم منهم باميلا الكيك، وحدة من أفضل الفنانات كمان عم تتابع المباراة اليوم على المنصة الرسمية، وأكس مدرب الحكمة المدرب جاتوزو جو غطاس كمان عم يتابع المباراة على المنصة، وزميلنا سيمون درغام. إذا ثواني قليلة وننطلق بالمباراة بالمواجهة المنتظرة بشكل كثير كبير. جمهور كرة السلة صار له أيام بيحكي بهيدي المباراة، هيدي رح تكون المواجهة الأخيرة لفريق الحكمة قبل مواجهة بطل إيران الأسبوع المقبل بانطلاقة بطولة وصل بهالملعب بالذات. البوزيشن الأولي جورج ويليامز،
عم يستلم البوزيشن الاولي مان تو مان. بلش المدرب جون جاس، والتر هاج هو عم يدافع على جورج ويليام، جيمي سالم عم يدافع على احمد ابراهيم، البيك من رضوان سليمان بيعمل الموف وبيوصل على السله، عم يسجل المحاوله بلعب الاوفنسيف ريباوند، ميد رينج شوت، ريباوند دفاعي لصالح جاد خليل. والتر هاج مع بوبو بالديفن، جيرار حديد ياف بيخترق السله ما بيسجل جيرار، عز الدين بلم الديفنسيف ريباوند بطلع الطابه بشكل سريع، عم يلعبوا بطريقه سريعه لاعب فريق الحكمه، ترانزيشن ديفنس من فريق اومنتمن بتعطل الفاست بريك، جورج ويليامز كمان بيضيع المحاوله وهالمره الريباوند دفاع للسالم، جيمي سالم عم يلم الديفنسيف ريباوند، مان تو مان عم يلعب المدربين جاس والحاج، جيمي معه احمد ابراهيم بالديفنس، دوين جاكسون عم يدافع عليه كريم عز الدين، رح يسحبوا كثير لبرا دوين، بمرر لمين؟ لجيرار حديديا، والبوزيشن بتبقى لصالح فريق هومنتمن اللي عنده 1 سكند، ثانية وحيدة، المدرب جاد الحاج ومساعده داني عموس، ثانية وحيدة، سايد بول والتر، والوقت كان انتهى على كل الأحوال قبل ما يسدد جاد. دقيقة وسبع ثواني الفريقين ما سجلوا. ويليامز دائما والتر هاج ناطره بالديفنس، رضوان موجود ليستلم، احمد ابراهيم بمر لكريم عز الدين، كريم عز الدين عم يجرب يعمل موف فيد اواي بسجل عز الدين، اولى نقاط المباراة عم يسجلها كريم عز الدين ليعطي تقدم اول لصالح فريق الحكمة. جاد خليل وصل لجيرار حديديا، جرب يعمل الموف، جيرار حديديا تحت الضغط الدفاع بياخذ الفاول، خطا لصالح جيرار، خطا من رضوان سليمان، عاد عم نشوف الفاول من رضوان، اوت اوف باوند مع دوين جاكسون، جاد بيستلم هون غيروا دفاعهم، مقطوعه كمان من كريم عز الدين عم يطلع هو بالفاست بريك بروح اول ذا واي، المحاوله تتعرض بلوك شوت، بلوك شوت لفريق اومنتمن ووالتر هاج بياخذ التسديده الثلاثيه ما بيسجل، والتر بوبو على الديفنسيف ريبون، بلشت تصير سريعه، بلشت تصير سريعه بين الفريقين، بنرجع بنشوفها لاحقا البلوك شوت اللي انعملت كانت مخيفة، رح نرجع نشوفها بالإعادة لنشوف إذا دقت البلوك شوت عمله جيمي سالم، واو يا جيمي، واو يا جيمي، ما البلوك عمله على كريم عز الدين، وشوفوا التراش توك من بعدها، الحماس الحماس موجود، كمان أحمد إبراهيم بيخترق، خاطئ لصالح أحمد، أحمد إبراهيم عم يلعب بطريقة ممتازة، عم يستفيد من كل السكيلز اللي عنده إياها، عادة بنشوفه لأحمد بياخذ تسديدات شوي متسرعة بعيدة، دائما عم يفكر بالدرايف على السلة، وما بدنا ننسى أدائه الدفاعي الكبير بالمباريات، شوفوا المدرب جاد الحاج كيف عم يعطي تعليمات لرضوان سليمان بوقت أحمد إبراهيم بسجل الفري ثرو الأولي بنجاح. كمان بسجل الثاني احمد، 2-2 لاحمد ابراهيم على الفري ثرو. هيدي وهدول اول فري ثرو بسجلهم بهالموسم. بالمباراة السابعة شوفوا شوفوا البريشر، شوفوا البريشر اللي عم يعملها فريق الحكمة، جورج ويليام بيسلم مين؟ بيسلم مين؟ بيسلم عز الدين يلي عم يسجل النقطة السادسة، انتفاضة كبيرة، دفاع فريق الحكمة يلي حكيت عنه بانطلاقة المباراة عم يفرجينا انه قادر يعمله مش بس امام الفرق يلي واجهها باول مرحلتين، عم يفرجينا باول دقيقتين ونص امام واحد من افضل الفرق بهالموسم امام هومنتمن، اكسلنت ديفنس من بعد ترانزيشن اوفنس.
هالميله، ميله الالتراز لجمهور النادي الاخضر. بدي اذكركم اليوم كمان رح عندنا المسابقات، ان كان عبد الله بريدكشنز او انت الملك مع ملك الطاووق نحكي عنه. تايم اوت اذا يلي طلب عم نشوف الفراس، الفراس اللي عم يلعبها المدرب جاد الحاج وبيكسرها سريعا جيرار حديد يا ليسجل اولى نقاط فريق هومنتمن. اول سله لهومنتمن عم تتسجل بعد دقيقتين ونص. رضوان جورج ويليامز يعطي احمد ابراهيم، بده يجرب يلعب على جيمي سالم، تمريره لمين؟ التمريره لمين؟ بيخسرها تورن اوفر على فريق الحكمه. فاست بريك وين جاكسون بنزل الطابه لجيمي سالم، والتر هاتش عم يطلب الطابه، تمريره بتوصل لدي جي، وين جاكسون بيعمل درايف ما بيسجل، وين رضوان سليمان كمان بلم الديفنسيف ريباوند رضوان. كريم عز الدين حلو الموف، حلو الموف يا كريم، حلو الموف يا عز الدين. هيدي النقطة السادسة لكريم عز الدين يلي عم يعمل مباراة كبيرة، هيدي المرة الأولى يلي بيلعب ببطولة لبنان مع فريقه بيكون عنده فول هاوس، لأنه سبق ولعب في لبنان بس ما كان يكون عنده فريق فول هاوس. واضح جدا إنه الفول هاوس عم يكون أثره إيجابي جدا على كريم عز الدين يلي مسجل أغلب نقاط فريقه لهلا بالجيم. وين جاكسون بياخذ التسديده الثلاثيه ما بترجع، كمان كريم عز الدين عملها من ديفنسيف ريباوند عم يطلع الطابات بشكل سريع، والتسديده الثلاثيه ما بتنجح من احمد ابراهيم. هيدي اللي كنت عم بحكي عنها، هيدول عم نشوفهم قليل عند احمد لكن عملها. بس شو يا هالبوبو، شو هالبوبو اليوم يلي عم يعمل دفاع مخيف على حساب والتر هاج وجورج ويليام، بيسجل نقطتين جديد لفريقه. لنقاطه لجورج ويليامز. والتر هاتش خطأ هالمرة لصالح والتر، خطأ واضح، خطأ من كريم عز الدين. الريبلاي عم نشوف الفاول، اثنين فري ثرو لهاتش. بس الحرفوش على ارض الملعب، بس على ارض الملعب بدلا من كريم عز الدين، ما بده اياه يفوت بفاول ترابل. بعد الفاول سحبه من ارض الملعب المدرب جاد الحاج. هاج بسجل الفري ترو الاولي. كمان بسجل والتر هاج 2-2، بينزل الفرق لستة. المدرب جوم جاز جورج ويليامز، بس الحرفوش عم يستلم معه جيمي سالم بالديفنس، احمد ابراهيم كمان جورج ويليامز بياخذ تسديدة صعبة اند وان لجورج ويليامز، بسجل تحت البريشر نقطة الرابعة وبياخذ الخطأ. هيدي المسافة الأحب على قلبه، ميد رينج، ميد رينج شوتس عادة ما بضيعهم هاللاعب. شوفوا كيف أخذ تسديدة سجل وأخذ مع الخطأ. بسجل كمان الفري ثرو نقطة الخامسة لجورج ويليامز، بيرجع بيطلع الفرق لتسعة. ويليامز هو اللي عم يدافع على جاد خليل. جيمي سالم صار في سويتش، عم يعمل سويتش على السكرينز لاعبي فريق الحكمه. جاد خليل بمر لجيمي، جيمي بنزله يا لدوين جاكسون. شو حلو يا دي جي، شو حلو يا دوين جاكسون، عم يسجل اولى نقاطه بالجيم. يرجع بنزل الفرق لسبعه. بوبو يعطي احمد، رضوان سليمان يعمل فيك بيخترق بيصل على السلة. خبرة 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 يا رضوان، خبرة يا سليمان. أول سلة لرضوان، شوف الفيك اللي عملها، كيف قدر عمل درايف على السلة وصل، كان قادر يخلصها باستعراض، فضل يأمن النقطتين هو
وهيدا اول استعراض، هيدا اول استعراض يلي بيعمله جيرار حديديا ليسجل نقطه الرابعه بالجيم. رح تشوفوا بالاعاده تمريره دويل كيف قطع من ورا جورج ويليامز واستعرض جيرار. محاوله ثلاثيه ناجحه كمان. رضوان سليمان عم يسجل نقطه الخمسه، اول 3 بوينتس، اول 3 بوينتس بالجيم. هلا رح نحكي ليه سدد رضوان سليمان. تسديده دويل جاكسون ما بتنجع، جيرار حديديا بلم الاوفنسيف ريبونج وباصرار بيسجل. الحديديا عم يسجل نقطه السادسه بعد الاوفنسيف ريبونج. اذا بتذكروا بالمحاوله الاولى رضوان يلي عمل فيها درايف على السله بس قرب منه المدافع قدر يقطع ويروح يسجل. ثاني مرة ما قرب، خاف يخترق عليه، أخذ التسديدة، فرجي إنه قادر يلعب تو أوبشنز رضوان سليمان للدفاع، وهيدا الشيء نجح فيه مرتين اللاعب التونسي. تورن أوفر على باسل حلفوش. وين جاكسون عم يدافع عليه؟ إيلايجا توماس، إيلايجا للمرة الأولى بهالجيم على أرض الملعب، تمرير على مين؟ بس الحرفوش بيعمل ستيل، بمرر لعزيز عبد المسيح يلي استعان فيه كمان المدرب جاد الحاج. هون بدي أقول لكم معلومة إنه عزيز هو أفضل سكورر بفريق الحكمة بمعدل 14 نقطة بالجيم. إيلايجا توماس عم يلعب على السلة، عم يسجل إيلايجا بيلعب الأوفنسيف ريباوند، كمان مضيع المحاولة، جاد خليل على الريباوند. وين جاكسون بياخذ التسديده، الثلاثيه ما بيسجل دوين. كمان والتر هاج، محاوله ثلاثيه بيسجل والتر هاج، نقطه الخامسه لوالتر، اول 3 بوينتس له بالجيم، الفرق نزل لخمسه. بلش هومنتمن يستوعب فريق الحكمه، الحكمه اللي غير شخصيه فريقه بالاستعانه برودريك عائل على البوزيشن 1، يلعب بإيلايجا ورضوان سليمان على الفور وفايف. عزيز عبد المسيح المحاولة الثلاثية كمان ما بتنجح، جيمي سالم وفي خطأ لصالح الجيمي. عم نشوف بلشوا يستعجلوا لاعبين فريق الحكمة بالاوتسايد جيم، هيدا الشيء عم يريح كثير فريقهم مثل يصير عندهم ديفنسيف ريباوند ويصير عندهم فرص بالتسجيل. والتر هاتش اه عزيز عبد المسيح بالديفنس، جيمي سالم بيوصل على السله، جيمي بيوصل على السله بيسجل. شوف السله اذا محتسبه انتظار قرار الحكم، السله محتسبه لجيمي وخطا لصالح جيمي سالم. الفرق نزل لثلاثه، رافائيل بوتني على ارض الملعب وعز الدين بدلا من رضوان سليمان كمان على ارض الملعب. صاروا عم يلعبوا الفريقين من لاعبي ارتكاز اجانب. جيمي بضيع جيمي سالم الريباوند، كمان عز الدين كريم، هيدا ثالث ريباوند له بالجيم. رودريك عقل معه جاد خليل بالديفنس، عزيز عبد المسيح الطابة لمين بتوصل؟ لإيلايجا تحت السلة، في خطأ لصالح إيلايجا توماس. يعني بالمحاولة الأولى يلي أخذها إيلايجا توماس ما قدر سجل، بس واضح جدا إنه بحب ينبش على الطابة بالبينت. أحمد على أرض الملعب بدلا من حرفوش. أوت أوف باونس مع كريم عز الدين. كريم عم يعطي كمان توماس، شوفوا كيف عم يتركوا لإيلايجا توماس. عز الدين ميد رينج شوت بيسجل، كريم بيسجل، عز الدين نقطه الثامنه بالجيم. بطلع الفرق لخمسه، والتر هاتش بياخذ ميد رينج شوت بيسجل، والتر بيسجل، والتر سبن والتر هاتش، هيدي نقطه السابعه ونزل الفرق من الجيل لثلاثة. بلش يتحرك والتر هاج، كانوا قادرين بالاول دفاع الحكمة يضبطوه لوالتر،
بلش وولتر يسجل نقاط وصار معه 7 نقاط افضل سكورر حاليا بفريقه. طابي عم توصل لعزيز عبد المسيح، عم توصل على السله، حلوه كثير يا عزيز، حلوه كثير يا عبد المسيح، اولى نقاطه لعزيز عبد المسيح بالجيم. بعد صحيح اللي استعان فيه من وقت قليل المدرب جون جاز. رافائيل بوندي البلوك شوت إليزا توماس، أول حركة إيجابية بيعملها لفريقه بتكون البلوك شوت، مش حيلا بلوك شوت بوقت عزيز، عم يضيع الفاست بريك جيمي سالم، في خطأ لصالح جيمي سالم، ملا بلوك شوت قدر يعمله. انه هين إليزا توماس، تايمينج مخيف على البلوك شوت، يعني معروف بالبلوك شوت، قدر يعمل بالكارير مرتين 7 بلوك شوت بجيم واحد، عملها مرتين بحياته الاحترافيه مترين و6 سنتيمتر مواليد ال 96 إليزا توماس، يعني كان بالعراق بس قبلها كان بالدوري النيوزيلندي ان بي ال. بضيع الفري ثرو الاولي، اقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الاول، بسجل الثاني جيمي سالم نقطته الثالثة بالجيم. افضل سكورر بالمباراة لهلا هو كريم عز الدين. توماس لبوبو اللي بيرجع على ارض الملعب. جاري كمان عم يستعين فيه المدرب جوم جاعص وكريم عز الدين، كريم عز الدين والبلوك شوت من رافائيل بوتني. لنشوف هون الحكم بيقول في خطا، الحكم بيقول في خطا وليكم مين فيه بارض الملعب، لجرين بيست ذا هالك كليف الكسندر. بس بعد فينا نسميه جرين، شو يا جاجا ما فينا نسميه جرين، طب هالك خلص خليه على الهالك. بسجل كمان كريم، اذا الحكم بيحتسبها خطا لصالح كريم عز الدين. كمان بسجل عز الدين نقطته العاشرة، دبل فيجرز بالنقط لكريم. مدرب فريق بيروت. آخر 30 ثانية بالربع الأول، 6 نقط التقدم للحكمة. بوبو شوفوا بوبو كيف عم يدافع على وولتر هاج. جيمي سالم. جيمي بمرر لبوتني، بوتني بيعمل فيك بيخترق بسجل، حلو كثير هالفينش، حلو كثير الفينش من رافائيل بوتني، بيرجع بينزل الفارق بوقت إليجا عم ياخذ تسديده ما بتنجع من إليجا توماس لينتهي الكوارتر الاول بتقدم فريق الحكمه ب4 نقط، النتيجه 24-20. جيرار حديديان يلي كمان كان واحد من افضل اللاعبين بالكوارتر الاول هو وكريم عز الدين. تعليمات المدربين قبل انطلاق الكوارتر الثاني. يعني عم يخلي كثير صور كافي شوبس كلهم عم يتابعوا المباراة، مباراة هومنت من وفريق الحكمة، علما انه اليوم ليلة تشامبيونز ليج، بس بالرغم من هيك الكل بده يتابع ستيبس بطولة لبنان لكرة السلة. وولتر هاج
سكرين يرجع بيستلمه لوالتر بوبو جيمي سالم تسديده ثلاثيه ما بيسجل بوبو على الريباوند بوبو بيعطي رودريغ احمد ابراهيم كمان عم يسلم رودريغ عقل البيك من ايلايجا توماس بجرب يلعب معه البيك اند رول بينقلها لبرا تسديده وهون في خطأ هجومي خطأ هجومي من إيلايجا توماس وبسرعة بيتم استبدال لاعبين جورج ويليامز على أرض الملعب كمان رضوان سليمان على أرض الملعب والتر هودج ناطرو دايما بوبو وين جاكسون دي جي بيعمل موف وين جاكسون بضيع المحاوله احمد ابراهيم على الديفنسيف ريباوند جورج ويليامز كريم عم يطلب الطابه جريم يلعب اللوبوس على المس ماتش هو وجيمي سالم رضوان هالمره بيقرر يغير رايه بالتسديد ويليامز كمان كريم عز الدين عم بيسجل كريم الريباوند بوبو بيخطف الاوفنسيف ريباوند واحمد ابراهيم التسديده الثلاثيه ناجحه عم تشوف سعاده النائب جهاد مكرادوني اللي عم يحتفل بسدد احمد ابراهيم الثلاثيه وضعته الخامسه داعم النادي الاخضر وين جاكسون بينقل له اياها لجاري جاري بيعمل ستاب باك بيسدد ما بيسجل ريباوند لصالح رضوان رح نحكيكم عن جاري اللاعب الجديد لفريق هومنتمن يلي بيحمل جنسيه كمان الامريكيه لاعب ارميني لبناني مشهور بتسديداته البعيده رضوان بعد في ثلاث ثواني لفريق الحكمه وبوبو حلوه طابت فريق الحكمه كانت كيف برمت وبوبو عم يسجل اولى نقاطه بالجيم ليطلع الفارق من جديد لتسعه جيمي سالم عم يعطي جيرار جيمي فيك بيخترق جيمي سالم بوزيشن عم نشوف لمين فيها بلوك شوت بس هون خلينا نشوف حلوه كثير هاي الطابه رضوان عم يعمل شغل يعني جرب يكون كل شيء بارض الملعب، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ اكرم الحلبي الى جانب استاذ دوب الكلاب نايب ونايب الرئيس وامين وامين عام الاتحاد المتجر بالرزق. زون ديفنس فريق الحكمة عم يلعب حاليا دفاع منطقة وكلوك فايوليشن الطابة ما دقت بالرم ما كان في ريست بالحركة الأبلة اللي كان فيها بلوك شوت وعم نشوف كمان أحد أعضاء مجلس الأمراء بنادي الحكمة أستاذ سيزار جبارة ويليامز ما بيسجل جورج ويليامز الريباوند دفاع لصالح والتر هوت جاد خليل بيطلع بالطابة جاد تريبل تيم على جاد خليل تريبل تيم على جاد بمر لجاري جاري بيتردد بالتسديد جاري بيعكسها لدوين جاكسون والمحاولة بقول فيها تورن اوفر الحكم طلع بالاوت كان في تورن اوفر على دوين على السايد لاين ها هون في اوت وصل على دوين جاكسون تايم اوت للمدرب جورج عايز العبدالله بريدكشنز العبدالله بريدكشنز عم نشوف الجمهور عطى 59% بيعطي لفريق الحكمه 41% لفريق هومنتمن لهلا اذا بقيت النتيجه على حالها الحكمه رح يفوز كل يلي صوتوا للحكمه رح يكون عندهم فرصه يربحوا جائزه بتقدمها طبعا العبدالله صار في عنا ربحين لهلا
بالمباراة الأولى كان عندنا باتريك أبو فراع، بالمباراة الثانية مارغريتا عبود هي يلي فازت بالبريدكشنز بمباراة الأنترانيك وفريق الحكمة. نشوف اليوم مين رح يكون عندنا فايز، وطبعا عبد الله بيعطي فاوتشر جائزة، وبعدنا بانتظار نشوف مين رح يكون أول ملك بوحدة من المباريات المنقولة على شاشة ام تي في واس بي اي. مسامعة ملك الطوفان يلي بيسجل 7-3 بوينتس بيربح الجولدن نمبر 1592 اللي هو الرقم الكول سنتر لملك الطوفان، 1592 دولار. صراع على الطابة، البوزيشن لصالح فريق هومنتمن. قد ايه عم بقاتله كثير لاعبين فريق الحكمة. والجائزة الكبيرة كمان لمش انت الملك، لملك الملوك، هي 10,000 دولار يلي بيقدر يسجل 10 تري بوتس بجيم واحد. 10,000 دولار. والعاني السنة بعد في جوائز قريبا بتشوفوها، رح يكون عندنا بروز كافيه ستاتس كمان قريبا. جاد دي جي عم يمرن لوالتر هون، خطا لصالح والتر، ما حدا عم يقدر يسمع صافرة الحكم. 3 دقايق و36 ثانية، الزميل جون أكول إلى جانب خطيبة المدرب جاد الحاج، وطبعا خيو. والتر بياخذ التسديده، الثلاثيه ما بيسجل. والتر هاتش الريباوند لمين؟ الريباوند هجومي لصالح فريق عمان. من دي جي بمرر تحت السله، في خطا لصالح اللاعب هومنت من جابي عجميا يلي استعان فيه من وقت قليل. شوفوا الفيك اللي عملها جابي، ذكيه كانت الفيك اللي عملها تحت السله، اخذ فيها الفاول. جابي بضيع الفري ثرو الاولي، جمهور الحكي عم يجرب يضغط قد ما في بوجهه لجابي ليأثر عليه. اذا بتشوفوا كيف عم يتفاعلوا بوجه تسديدته لجابي عجميا، بسجل وحده من اثنين. اولى نقاطه لجابي واولى نقاط هومنتن بالكوارتر الثاني. شوف مساعده كمان المدرب جاد الحاج يانكتيتش اللي عم يعطيه تعليمات لبوبو. اذا 5-1 لفريق الحكمه بهالكوارتر. كمان هون تورن اوفر من رضوان سليمان. والتر هاتش جاد خليل بياخذ التسديده، الثلاثيه ما بيسجل. جاد الريباوند لمين؟ تيم اوفنسيف ريباوند لهومنتمن. عم يعطيهم خطه المدرب جاد الحاج على الانباوند، يمكن عم يغيروا دفاعهم. بالفعل عم يغيروا دفاعهم لمنطقه بعد الانباوند. جيرار حديديا بطبوا عليه لاعبين، مش معقول يا جيرار، بيسجل على لاعبين. نقطة الثامنة لسوبر جيرار حديديان، أفضل سكورر بفريقه لهلا. 8 نقط لجيرار حديديان، ثاني أفضل سكورر بعد كريم عز الدين اللي عنده 10، وأحمد إبراهيم عم يسدد من محل بعيد، المحاولة ما بتنجح. جاد خليل أفضل ريباوندر بفريق هومنتمن، بلم الريباوند، والتر هاتش ما بينجح بالتسجيل. صراع على الريباوند لمين؟ جيرار حديديا عم يستقتل، ما معقول يلي عم يصير بارض الملعب، وفي تورن اوفر على احمد ابراهيم. نشوف قرار الحكم. المدرب شو هالاستقام دايف شفنا لو بايام الصيف؟ لا دايفينج بصير بالشتا كمان. شوفوا صراع الريباوند، شوفوا بين احمد وجيرار حديديا. شوفوا احمد كيف كب حاله على الطابه. فلتت منه لاحمد ابراهيم،
بالريبلاي. هلا هون الحكم ما بعرف الحكم بوزيشن اذن لصالح فريق هومنتمن. خمس دقائق تقريبا بيبقى لنهايه الكوارتر الثاني، سكور قليل بالكوارتر الثاني، تخيلوا 5-3 بالكوارتر الثاني. رودريك وإيلايجا على أرض الملعب بدلا من ويليامز. ورضوان سليمان عم يلعب المدرب جاد الحاج بأجنبي واحد حاليا. الفريقين بيلعبوا بالتو بلس وان. عم نشوف ويفرلي أوستن يلي استقدموا فريق الحك بس بعد ما شفناه عنده إصابة ويمكن ما نشوفه. الحكمة اللي عنده الأسبوع المقبل أم المعارك ببطولة وصل، مواجهة الإيرانية اللبنانية، الحكمة اللي عم يرجع على الساحة الدولية ليشارك ببطولة وصل واختار ملعب غزير، أكيد ما رح يكون في فول هاوس، رح يكون شيء خرافي بالملعب بين الحكمة وبطل إيران. 14 لايف على ام تي في بانطلاق بطولة وصل بزون غرب آسيا. دوين جاكسون بيعمل درايف ما بسجل دوين، وكمان الريباوند لمين؟ البلوك شوت بيعمله إيلايجا، ثاني بلوك شوت. وهون في خطأ من بعد لدوين، من وين جابها إيلايجا توماس؟ رح ترجع تشوفه هون جرب يعمل كنترول أحمد. أوف ملا بلوك شوت عمله إيلايجا على جابي عجميا. اقل من 5 دقائق هاند اوف ياخذ رودريغ الطابه، كمان كريم عز الدين، كريم بمرر لعزيز عبد المسيح بيخسر الطابه. دوين جاكسون اون سبورتمان لايك فاول، واضحه جدا ما راح يتاخر الحكم ليحتسبها. اخذ كل الادفانتج ليكون عم يسجل ايزي بوينتس، جرب يوقفه بفاول عزيز، كلفته اون سبورتمان. مجرد ما جرب يضربه من دون ما يدق بالطابه تعد اون سبورتمان. بسجل المحاولة الأولى، دي جي نقطة الثالثة بالجيم، بسجل كمان الثاني. الفرق ينزل لأربع نقط. دي جي معه كريم عز الدين بالديفنس، وين جاكسون بيعمل موف، بيعمل موف بروح على السلة، محاولة ما بتنجح، إيلايجا توماس بلم الريباوند. والبوزيشن تبقى لصالح فريق الحكمة مع عزيز عبد المسيح. عزيز اوبن شوت بسجل عزيز السادسة لإله بهالموسم، الأولى لإله بالجيم. والتر هاج بروح على السلة ما بسجل والتر، وهون في خطأ لصالح جيرار حديديان، عم يعمل دامج جيرار حديديان ببينت فريق الحكمة، عم يقدر يلم الريباوندز، عم يقدر يسجل، عم يقدر ياخذ الأخطاء. رضوان سليمان كمان الروتيشن كبيرة كبيرة اللي عم يلعب فيها المدرب جاد الحاج. جيرار بسجل الأولى، 9 نقط لجيرار حديديان، ممكن يصير ثاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. بضيع الثانية، وحدة من اثنين، إيلايجا بلم هو الديفنسيف ريباوند. رودريغ. أحمد إبراهيم حضر له البيك رضوان.
عم يلعبوا زون ديفنس فريق هومنتمن. بوزاش بتبقى لصالح فريق الحكمه اللي عندهم 5 سكندز، خمس ثواني بهالهجمه. عزيز عم يستلم، عنده بعد سنتين بياخذ التسديد. رضوان، رضوان سليمان عم بيسجل، كان بعد عنده اعشار من الثواني الثانيه لإله بالجيم. بيرجع بيطلع الفرق لتسع نقط لصالح الاخضر. وولتر هاك بمر لدي جي بياخذ التسديد. دوين جاكسون ما خليه يتهنى للاعب التونسي، على دم سجل نقطه السابعه اول لدي جي بالجيم. عزيز عبد المسيح ما بيسجل. عزيز التب التب من إيلايجا توماس، اولى نقاطه بتاريخ الدوري اللبناني للاعب الامريكي. والتر هاج بمر لجيرار حديديان، بيعمل موف حلو كثير وبتابع. سوبر جيرار، سوبر جيرار حديديان، 11 نقطة لجيرار حديديان. هون الغلطة كانت من إيلايجا يلي ترك مانو وطلع لفوق، وبسرعة قدروا وصلوا الطابة لجيرار حديديان يلي قدر يعمل فرق تحت السلة. كمان دفاع منطقة، تسديدة ثلاثية صعبة من أحمد إبراهيم، ما بتنجح من أحمد. الريباوند لرضوان سليمان. عزيز عبد المسيح بيخترق بروح على السلة، ما بيسجل. عزيز المتابعة كمان من إيلايجا توماس، هيدي نقطة الرابعة على توماس. والفنانة باميلا الكيك وحدة من نجوم الدراما، عم تتابع وحدة من أجمل مباريات ستيب بطولة لبنان لكرة السلة. سيكويك رود الحاج موسى على أرض الملعب. جاد خليل يلي كان عم يسجل اولى نقاطه بالجيم اخذ الخطا. تقدم سته للحكمه. جاد بنزل الفرق لخمسه. طارق صحيقي على ارض الملعب. كمان المدرب جاد الحاج يستبدل إيلايجا توماس. ما عم نلحق بصراحة نشوف تشكيلة وحدة، الظاهر صار عنده شد عضلي لأنه بعده واصل امبارح وأكيد منه بجو منه بالجيم شيب. عم نشوف معالج الفريق بسرعة. عم بيكون حد رودي الحاج موسى بمر العزيز. رضوان على اللوبوست، رضوان بده يجرب يلعب على دوين جاكسون ما بينجح، والمتابعة كمان ما بتنجح من كريم عز الدين. جان خليل بلم الريباوند، تمريرة والتر هاج زمين بتوصل، بتوصل من بعدها لطانيوس حقيقي يلي عم يعطي كابي على جيميا، والريباوند لسيكويك رودي. عزيز عبد المسيح يعطي برا سيكويك اللي عم يلعب هو على البوزيشن 1. ما في لا رودريك ولا جورج ويليامز على ارض الملعب. رودي كريم عز الدين بيخترق بروح على السله، بلوك شوت من العيقي. تانيو صحيح بوقف كريم عز الدين ببلوك شوت. والتر هاكس لدوين جاكسون، دي جي بيسجل، بيسجل دوين جاكسون وبينزل الفارق سريعا. وشوفوا ردة فعل بنش فريق هومنتمن، الفارق نزل لنقطتين بس. تاني ثري بوينت لدوين جاكسون، والمدرب جاد الحاج سريع اللي بيطلب تايم اوت. شوفوا رقصة دي جي. إذا عبد الله بريدكشنز 59% بعد لفريق الحكمة، 41% لفريق هومنتمن. ومثل ما ماشي المباراة ما حدا عارف مين رح يفوز، يلي صوتوا للحكمة أو يلي صوتوا لهومنتمن.
رسائل لمدربه السابق ومدرب بيروت الحالي. اخر 40 ثانيه من الكوارتر الثاني. عم نشوف الزون ديفانس يلي عم يلعبها المدرب جوم جاس. 1 2 2 عم يلعب مش 2 3. شوفوا والتر قد ايه قدام. تمريره ما بتنجح من رضوان سليمان. بياخذ الخطا رضوان، بياخذ الخطا من تانيو سعيقي. رضوان بسجل الاولي. 9 نقط لرضوان سليمان. كثير مقسم سكور عند الفريقين. تيري ما بينجح فيها. الريباوند لصالح فريق هومنتمن مع تانيو سعيقي. اخر ثواني للكوارتر الثاني. البوزيشن مع جاد خليل. جاد خليل بمرر مقطوعة من جورج ويليامز بتبقى لصالح فريق هومنتمن. جاد خليل بسدد والكوارتر الثاني عم ينتهي بتقدم فريق الحكمة بفرق 3 نقط على حساب فريق هومنتمن. النتيجة مشاهدي ام تي في، مشاهدي اس بي اي يلي عم تتابعوا على يوتيوب كمان وفيسبوك، النتيجة 3 نقط التقدم. المباراة حماسية ومتقاربة جدا. 40 للحكمة 37 لفريق هومنتمن. رح نرتاح نحن وياكم لبريك لحوالي تقريبا العشر دقائق قبل ما ننطلق من الجديد بالشوط الثاني.
نرجع من جديد نحن وياكم مشاهدينا لملعب غزير. قبل ما ننطلق المباراة رح يكون مع الضيف، رح استقبله حدي استاذ أوري بركات اللي هو مدير مبيعات كازينو لبنان. مضبوط. بونسوار، كيفك؟ مساء الخير. يعني لفت لي نظري كثير هالسنة دعم كازينو لبنان للرياضة وخاصة كرة السلة اللبنانية، وهون سؤالي، ليه كرة السلة اللبنانية؟ كازينو لبنان مستمر بدعم الرياضة اللبنانية. من بعد ما دعمنا اتحاد كرة السلة وعدة فرق، نحن اليوم موجودين معكم. انتم رح تكونوا مع عدة فرق كمان غير نعم. الاتحاد اللبناني. نعم. بقى نحن اليوم موجودين معكم من خلال بيت أريبيا لحتى ندعم لعبة كرة السلة وفريق الحكمة. نتأمل من خلال هالدعم انه نزيد من امكانيات الفريق المعنوية والمادية لحتى يحققوا من خلال هاللعبة انتصارات يزيدوها على سجلهم الذهبي. وبحب اقول انه كازينو لبنان بيحرص من خلال إدارة بيت أريبيا على تخصيص جزء من اموال هالمنصة لما في مصلحة الرياضة والرياضيين بلبنان. هل رح يكون عندكم يعني دعم كمان لغير رياضات ولا هلا بس رح تضل؟ ممكن جميع انواع الرياضة. كل شيء وارد. نعم. يعني وارد يكون في دعم من قبل كازينو لبنان لأكثر من كرة السلة اللبنانية. مضبوط. هيدي وحدة من أهدافكم يعني؟ نحن كل شيء رياضة بنشجعه. هلا بدي أسألوا هلا كل الرياضات بدي بلشوا يدقوا لكم. أهلا وسهلا فيهم. عن جد؟ جزء من هالمنصة بيتحول لمساعدة جميع. وراضيين لهلا عن يعني الإيكو اللي أخذتوه لهلا من دعمكم، يعني صاركم تقريبا حوالي 10 أيام أسبوعين، كيف شايف الأصداء لهلا؟ منيحة وبعدها حصير أكثر أحسن وأحسن. أنا بدي أتشكرك أستاذ أنا بتشكركم وبتمنى لفريق الحكمة الفوز الدائم، وإن شاء الله يكون هالموسم الرياضي حافل بال ان شاء الله. اكيد انا بدي اشكرك كمان استاذ أوري بركات، رح اخذ كمان رئيس نادي الحكمه الجديد. ثانك يو استاذ راغب حداد، رح ناخذ كمان نقول له اول شيء مبروك بعد ما قلنا لك مبروك لايف. يبارك بعمرك غياس. طمنا كيف رئاسه نادي الحكمه؟ والله شغله حلوه كثير. حلوه؟ متعبه كثير. متعبه وفيها تشالنج كثير، بس ان شاء الله بنكون قدها. الميكرول ان شاء الله على جورج خلينا المخرج. لا ما فينا نلعب معه للمخرج. طيب اليوم فريق الحكمه عم يرجع يحط حاله على السكه، وانتم اليوم عندكم مهمه كبيره هالسنه، غير بطوله لبنان وغير جمهوركم الكبير يلي ما بيقبل غير بالفوز، عندكم مشاركه ببطوله وصل. صح. يلي رح ترجعوا الحكمه على الخارطه الدوليه والاسيويه. صح. من بوابه وصل، ونسابق اول جيم لكم على ارضنا، على ارضكم، واهم جيم. صح. مع بطل ايران. مع بطل ايران. صح. كيف تحضيراتكم للاسبوع المقبل؟ خليني اقول لك قبل ما بلش بهذا الموضوع، بدي اتشكر بيت أريبيا وبدي اتشكر كل الشركات اللي وقفوا حد منا والقيمين عليها لتشجيعهم الرياضه ولوقوفهم حد هالنادي. وبدي اقول لك انه التحضيرات ماشيه على قدم وساق، مثل ما انك شايف الملعب فرق معك اليوم كثير. صح. كمان التحضيرات الفنيه كمان عم بتكون، والتدريبات عم بتكون على اخترتوا ملعب غزير تلعبوا؟ نحن اخترنا ملعب غزير، ما منهز منه لملعب غزير ابدا. اضطرينا نعمل كل التعديلات اللازمه وتكلفنا مصاري. وهون بدي اشكر كمان جو غطاس لانه كمان هو شارك معنا بالتكاليف، ونحن بدنا الله راد رح نكون حاضرين لاربعه الجاي. بدنا كل الجمهور يكون معنا، بدنا كل اللبنانيه يكونوا معنا. هيدي اكيد، يعني اليوم انتم عم تمثلوا كره السله اللبنانيه، مفروض كل لبناني يكون أكيد. مع فريق الحكم الاربعه المقبله بمواجهه بطل ايران. بس الجمهور وين بده يساع؟ يعني اليوم عندكم فول هاوس، الجمعه الجايه العالم رح توصل لتحت للاوتوستراد. اكيد. بس نحن لرمزيه غزير ولاهميه غزير قررنا انه يكون الماتش هون على قد ما بيستوعب. بدنا نجرب. كيف التيكت رح يكون اونلاين؟ التيكت رح يكون اونلاين الله راد على مع عند عفيرجن فيهم يحجزوا، ورح يكون في كذا سعر، في اسعار للجمهور، في اسعار لورا السله، في اسعار للفي اي بي، ولاول مره رح يكون في كورت سيتس الله راد. عاملين كورت سيتس؟ عاملين كورت سيتس لانه بتسيع؟ ايه لانه انت رح تنتقل لهيديك الميلين الله راد، والبنش رح يصيروا من هيديك الميله، وهون كله رح يكون فاضي ورح نحط كورت سيت. برافو. هيدي افون بريمير معك. خلص يلا منيحه الكورت سيت. ايه. موفقين. ميرسي. وان شاء الله يا رب يكون الفوز لبنان ان شاء الله. ان شاء الله.
انا من عندك رح اوعد انه نحن رح نعمل كل التغييرات الاجانب يعني كمان كان لافت جدا. لاقول لك التغييرات الاجانب عم نشتغل عليهم، الوضع الامني ما عم بيساعدنا، تعرف الامريكان والاوروبيين في صعوبه انه يجوا، فعم نقدر قد ما بنقدر نقدر نجيب نوعيه او اشخاص. ليه زاك لافتون كان موجود بالتمرين وليه زاك لافتون ما كان مش بالحكم رجع راح مضى بالفلبين؟ كان في حكي صراحه زاك عملنا له اوفر واوفر مرتب، يبدو انه اجى اوفر اعلى وفضل انه يروح عليه، بس الاوفر اللي عملناه فيني اكد لك انه اوفر مرتب وكان بدنا اياه معنا. انا بعرف قد ايه مضى بالفلبين. مضى بالفلبين بس بعرف قد ايه مضى بالشهر. ايه اوكي مضى 25000 شهري. 25 ولا 35؟ 25. اوكي نحن كنا عارضين عليه 22 بسيطة 3000. ايه ما بعرف بدك تشوف ليش انا يروح لك. طيب على كل حال موفقين مات الراغب. بعرف المهمة صعبة ان شاء الله، يعني منا هينة واحد يكون رئيس الوعد انه رح نعمل، الوعد انه رح نعمل كل اللي بنقدر عليه. بدي اتشكرك اذا رئيس نادي الحكمة استاذ راغب حداد. بنروح بنشوف الستاتس. اذا الستاتس عم نشوف نسبة تسجيل من كل مسافات لصالح فريق الحكمة 39 يعني 40% مقابل 35% لفريق هومنتمن، بينما 3 بوينتس 33% 27% لهومنتمن. كمان هون في تقدم لصالح فريق الحكمه، الفري ثرو كمان، ريباوندز هومنتمن افضل بالريباوندز 25 مقابل 23، الاسيست الاسيست تقريبا متعادل 10 مقابل 9، التورن اوفرز الحكمه اقل من فريق هومنتمن 5 مقابل 7، بس يعد رقم ايجابي عن فريق الحكمه. على الحفه فريق هومنتمن 4 ستيلز مقابل 3، 4 بلوك شوتس للحكمه، 3 منهم عملها ايلايجا توماس. اذا عبد الله بريدكشنز زادت للحكمه كثير 74% مقابل 26%، زادت تقريبا 20%. فارس يعني في سنبس تشيبس لقطناك يا فارس، وين بدك تروح؟ زميل لفارس كرم. وعم نشوف سعادة النائب جهاد بكراروني إلى جانب رئيس الاتحاد استاذ أكرم الحلبي. وهلا بنرجع لجو الجيم يا جاجا. حاضرة الصليب الأحمر، شكرا، شكر كثير كبير للصليب الأحمر اللبناني. انطلع الكوارتر الثالث. ويليام بطلع له الطابه لكريم عز الدين، بيعمل فيك بيخترق، الطابه بترجع لرضوان من جديد، رضوان سليمان بيعمل فيك بيخترق على السله ما بتنجح من رضوان، ريبوند لدي جي. فريق هومنتمن امام فرصه تقليص الفارق او معادله الارقام. هلا اكثر لاعب مسجل 3 بوينت وين جاكسون 2 3 بوينت، رضوان سليمان 2 3 بوينت، بعد بدهم خمسه ليكونوا انت الملك ويربحوا 1592 دولار مع ملك الفضول. بعد الامور بعيده، جاد ما بيسجل، جاد خليل ديفنسيف ريبوند لكريم عز الدين السادس له بالجيم، كريم يعطي احمد والتسديده الثلاثيه بسجل احمد، الهيئه ضارب عينه على انت الملك الثانيه لاحمد. كمان دوين جاكسون عم بسجل دي جي نقطه ال 12. جورج ويليام ميد رينج شوت باسكت ان، هيدي المسافة الأحب والأغلى على قلبه لجورج ويليامز، يعني يمكن بضيع تحت السلة بس ما بضيع ميد رينج شوت. شوفوا كيف أخذها ستيب باك مع الفاول، سجل، رح يكون عنده فري ثرو كمان. هلا ولعت قصة السوشيال ميديا إذا زاك لافتون 25000 ولا 35000؟ أنا سمعت 25، إذا 35 35، صحتين على قلبه لزاك لافتون.
بعد ما شفت بوست مهضوم كتير انه قالوا لو عرف زاك لافتون باوفر ملك الطاووق كان مضي اكيد بلبنان ليربح ال 10000 دولار، لانه هو الوحيد باخر مواسم سجل 10 3 بوينتس السنه الماضيه، الوحيد اللي وصل ل 10 3 بوينتس بجيم كانت امام الليدرز. بسجل جورج ويليامز نقطه الثامنه، والتر هاتش معه دايما بوبو، صار في سويتش، احمد هو اللي عم يدافع على والتر، جاد خليل بياخذ التسديده الثلاثيه وبسجل الخليل نقطه السادسه، اول 3 بوينتس لجاد. جورج ويليام بترافيك بسجل جورج ويليام، مباراه جيده جدا اليوم عم يقدمها، دبل فيجرز بالنقط، نقطه العاشره. وين جاكسون ستاب باك تسديده ثلاثيه، ريباوند لرضوان كان بده يجرب يكبها بفاست بريك غير رايه. جورج ويليامز كمان ميد رينج شوت، قلتلكم قلتلكم هاللاعب خطر كثير من المسافه المتوسطه، نقطه ل 12 لجورج ويليامز، صار افضل سكورر بالجيم بالتساوي بالتساوي مع اللاعب دوين جاكسون. بوبو صار معه ثلاثة فاولز، بده يبلش ينتهي ينتبه بوبو، والتر هاتش ريباوند كمان لأحمد، كبريرا بتوصل لبوبو. سايد بول احمد ابراهيم عم يستلم، يعطي جورج ويليام يلعب البيك اند رول، بتوصل لكريم عز الدين والتب كمان من رضوان، 11 نقطة لرضوان بيطلع الفرق ل 10. دي جي جاد خليل بيعمل له الباك وجاد بيوصل على السلة وبسجل، جاد خليل نقطته الثامنة ذكية كثير كانت من جاك من جاد، عمل له البيك جيرار حديديان ما عمل الرول معه، راح هو على السلة ونهيها. كمان كريم عز الدين، كريم عز الدين خطأ لصالح كريم، خطأ من دوين جاكسون. رافائيل بوتني هيدا الثالث فاول على دي جي، بفاول ترابل دوين جاكسون، بوتني بدلا منه على ارض الملعب. رضوان ويليامز بفضي لاحمد بياخذ التسديده الثلاثيه، بوبو كاد يلم الاوفنسيف ريبا بتطلع بالاوت، مومنتم هو صاحب البوزيشن. خمس انتصارات متتاليه لفريق الحكمه على هومنتم، اخر فوز لهومنتم على الحكمه كان بالسنة ال 21 ونقطتين عم يسجلهم طانيوس حقيقي، والمفارقة انه المباراة الأخيرة اللي فات فيها هومنتمن على الحكمة ما كانت لا بغزير ولا بملعب مزهر، كان وقتها في أشغال بملعب مزهر لعبوها بملعب الأنترانيك، وكريم عز الدين عم يسجل نقطة ال 12 وربحوها هومنتمن بفارق 8 نقط 88-80، كان المدرب وقتها رس الله زلقوم. تسديدة جاد خليل الريباوند لكريم عز الدين، كريم عز الدين عم يلعب بالطابة مثل ما بده بروح على السلة اول ذا واي، بياخذ الخطأ كريم عز الدين، ما عم يتهدى عز الدين اليوم. عم نشوف إيلايجا عم ياخذ تعليمات من مساعد المدرب جاد الحاج، المدرب الصربي يانكيفيتش، عنده اثنين اسيستنت كوتش داني عموس
شوي عم كتب. لين فري ثرو لكريم. بسجل المحاولة الأولى. 13 نقطة لعز الدين. بسجل كمان الثاني. نقطة ال 14. أفضل سكورر بالجيم حاليا كريم عز الدين. جيمي والتر هاتش بيخترق بيطلع على السلة بمرر لرافائيل بوتني بسجل. بوتني بسجل سحب كل اللعيبة اللي عنده. والتر هاتش عطيها خالصة مقشرة لرافائيل بوتني. وأوفنسيف فاول من كريم عز الدين. نرجع نشوفه هلا بالاعاده شو صار بين كريم وبوتني. واضحه هون في اوفنسيف فاول. ثالث خطا على كريم عز الدين. صار في ثلاث لاعبين بثلاثه فاولز. عز الدين ثلاثه، بوبو ثلاثه، وديد وين جاكسون كمان ثلاثه فاولز. إليجا توماس على ارض الملعب. رودريغ بيرجع ليستلم مركز صناعه الالعاب. والتر هاتش. والتر والتر هاتش. شو هيدي شو هيدي يا والتر. بيسجل والتر هاتش نقطه التاسعه بالجيم. شوفوا بالريبلاي كيف قدر يسجل. مش معقول مش معقول يا والتر كيف سجلتها. في تكنيكال فاول على والتر هاج بعد ردة فعله. الحكم بسرعة احتسب عليه تكنيكال فاول. رودريغ عقل هو رح يسدد الفري ثرو. بضيع رودريغ المحاولة. أقل من خمس دقائق لنهاية الكوارتر الثالث. قريب المباراة، صعب المباراة. أحمد إبراهيم يعطي رضوان بيوصل له اياها لبوبو. حلوه كثير كانت المحاوله. الباس رائع جدا كان من رضوان. بوبو ما قدر ينهي. بوبو مجرب يعمل ستيل. بتوصل لمين؟ لجيمي سالم. السالم بنزل الفارق لاربع نقط بين الفريقين. رضوان بيعطي رودريغ. إليجا بيعكس له اياها، بيعطي اوبن شوت لبوبو. بوبو ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند دفاع لرافائيل بوتني. والتر هاتش عم يعطي جاد. جاد خليل. جاد كمان بيخترق بمرير. حلوة حلوة يا عيي. تانيوس عيي مع سوبر تمريرة لجاد خليل. تمريرة رائعة رائعة عملها جاد خليل. تانيوس عيي عم يعرف كيف يتحرك، عم يعرف كيف ينهي. بوقت احمد ابراهيم عم يعمل ووكينج تورن اوفر على فريق الحكمه. الفرق نقطتين والبوزيشن لهومنتمن. فرصه كبيره لهومنتمن يعدلوا الارقام وممكن يتقدموا. عزيز عبد المسيح لاعبي بنش الحكم مسجلين تسع نقط. هومنتمن كمان لاعبي احتياطهم مسجلين تسع نقط. شوف التمريرة قد ايه كانت حلوة. وحلو كثير الفينش يا تانيوس. زون ديفانس 2-3 عم يلعب المدرب جاد الحاج بوجه هجوم هومنتمن. رافائيل بوتني خطر بالتسديد البعيد. بسدد عن الارك. قلت لكم ممكن يتقدموا. بسرعة على دفاع المنطقة رافائيل بوتني بيضرب من المسافة البعيدة. بسجل الأولى لإله بالجيم. هيدي منا الأولى لإله بهالموسم لرافائيل بوتني. والمحاولة عم تكون من نقطتين بيقول الحكم. 56 لكل فريق.
فريق هومنت من يلي عم يقدر يسكر فارق وصل ل 10 بهالكوارتر ليعدل الارقام. بعد ما قدر يتقدم ولا مره بالجيم فريق هومنت على فريق الحكمه عم يقدر يعدل. رودريك براشر من جاد، رودريك بيقطع نص الملعب، رضوان بيعمل البيك، عزيز عبد المسيح بمر لإيلايجا، إيلايجا بيلعب على السلة ما بيسجل الأولى بيسجل الثاني. إيلايجا حلو كثير الموف يلي عمله، ما قدر يسجل بس قدر يتابع بتب ليرجع يعطي تقدم لصالح فريقه. ست نقط لإيلايجا توماس مع ست ريباوند. بوتني عم يسدد ما بيسجل، رافائيل بوتني كان عنده 4 من 10 لهلا بالليج. الريباوند كان لبوبو، رضوان من جديد لرودريك عائل، كمان رضوان سليمان، دفاع دفاع ممتاز، دفاع ممتاز لفريق هومنتمن. جيمي سالم بيطلع بالطابه بمرر لمين لوالتر هاف، شاط خليل عم يدافع افضل بكثير من الشوط الاول فريق هومنتمن. الطابه لمين بتوصل، شوفوا كيف عم تبرم، جيمي سالم بيخترق بمرر تحت السله وسله محتسبه لصالح طانوس حقيقي. قد ايه عم يتحرك طانوس حقيقي تحت السله، عم يعمل شغل كبير ببيت النادي الاخضر. من جديد تعادل الفريقين، عزيز عبد المسيح بيخترق بيتعرض للبلوك شوت من بوتني، بلوك شوت لرافائيل الثالث لفريق هومنتمن. باسل حرفوش، جورج ويليامز على ارض الملعب بدلا من بوبو ورودريغ، او لا رودريغ بيبقى على ارض الملعب. رضوان بيطلع بيلعب ويليامز وإيلايجا اوت اوف باوند، تمريره بتوصل لعزيز، إيلايجا بطلع الطابه لبرا بعد في ثاني بياخذ التسديده الثلاثيه، ريباوند لوالتر هاتش، فرصه لهومنتمن يتقدموا بالجيم. تانوس حقيقي ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه والريباوند دفاعي للحرفوش. جابي عجميا هو اللي عم يدافع على جورج ويليامز، جورج ويليامز بيخترق بسجل، بسجل جورج ويليامز 14 نقطة لويليامز. حكمي بيرجع بيتقدم بنقطتين، الدقيقة بيبقى لنهاية الكوارتر الثالث، كمان عم يكسر الطابق فريق هومنتمن، ستيل للحكمة، تمريرة بتوصل لباسل حرفوش، باسل بمر العزيز عبد المسيح التسديد الثلاثية ما بيسجل عزيز، ديفنسيف ريباوند لوالتر هاتش ومن بعدها في تورن اوفر. 40 ثانية سيكويك على أرض الملعب، اوت اوف باوندز، إيلايجا يعطي رودي، عزيز عبد المسيح عم يستلم بفضي لباسل حرفوش، اوبن شوت اوبن شوت بسدد بسجل الحرفوش، اولى نقاطه لباسل، اول سلة للحرفوش بهالمباراة اختارها تكون من المسافة البعيدة. هيدي الثانية لإله بهالموسم، قدم بفرق 5 اخر 25 ثانية، عزيز عم يحط بريشر على جيمي سالم، خطأ لصالح جيمي، كان عندهم 1 فاول تو جيف، عطيوا الفاول، هيدا ثاني فاول على عزيز، الرابع على فريق الحكمة بهالكوارتر، هون إذا عملوا فاول رح يكون في فري ثرو لهومنتمن.
مقطوعه كمان من دفاع فريق الحكمه. عندهم بعد 7 ثواني. عزيز بمرر بس الحرفوش بياخذ التسديده. لا 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 بس الحرفوش للمره الثانيه. الاولى كانت من الزاويه اليمين، الثانيه من الزاويه الشمال. ما في زاويه بدها تزعل للحرفوش ولجمهور الحكمه يلي عم يتقدم فريقه بفارق 8 بعد ما كانت النتيجه متعادله على النقطه 58. 8-0 رن بدقيقة تقريبا وشوي، تقدم 8 للحكمة مع نهاية الكوارتر الثالث. ولع مدرجات ملعب غزير. 7 من 19 للحكمة بنسبة 36% عن الارك لهلا بالجيم. هومنت من 4 من 17 بنسبة 23% عن ارك 3 بوينتس. علما انه بالبطولة لهلا بعد مرحلتين الهومنت كان عنده 47.6% برسنتج 3 بوينتس، كان ثالث افضل فريق، والحكمة كان سادس افضل فريق او لا على 3 بوينتس. 37.5 لهومنتمن، الحكمه بالمركز السابع 29.8%. وهون الريباوند لمين؟ هجومي كمان. جيرار حديد يوم بيسترجع الطابه. وولتر هوتش صاحب 6 مرارات حاسمه لهلا بالجيم. خطا لصالح وولتر هوتش. سمير صالح عضو كمان هاي الإدارية لفريق الحكمة. بسجل وولتر. وولتر بسجل الأولى 10 نقط، 6 مرارات حاسمة. بسجل كمان الثاني وولتر هودج. 66-60. باسل، باسل هالمرة ما بيسجل. توماس على الاوفنسيف ريباوند، في اوفنسيف فاول بقول الحكم. خطأ من إليجا توماس ليلم الريباوند على هجوم الزار، كان في بوش عم يعترض. رح نرجع نشوفها بالريبلاي. اوه لا إليجا روق، ما فيك تعترض على هيدي ابدا. مش مسموح اذا على هيدي اعترضت، مشكلة بيو مش ضاربه هيك. والتر هاد وتحت السلة بوتني عم يضيع كمان. جيرار هون عم يطلب تشالنج، يمكن المدرب جاد الحاش عم يعترض بالشدة. عم يعترض بالشدة الحكام، الثلاثة عم يتشاوروا مع بعض قبل. نشوف هون شو صار. هون يمكن عم يعترض لانه هدى الرم وعم يجيب الطابه. عم يتشاور الحكام. وهون اخر شيء الاوت، عم يعترض بتصور على الاوت. بدك تشالنج، يمكن عم يقول له بدك تشالنج. تشالنج
عم بقول له هدى الرم. اذا الحكم رباح نجيم بروح عند ليطلب من المخرج جورج خليل الريبلاي. اذا شوف شو هياخد قرار. المشكلة انه الصافرة كانت على الاوت مش على الرم. ربح التشالنج المدرب جاد الحاج. بأكد الحكم انه الطابة وايت. هون عم يعترض المدرب جون جاعص على التشالنج. شوي معقدة. قدر بالتشالنج يسترجع الطابة المدرب جاد الحاج. عزيز بسلم ويليامز. جورج ويليامز دفاع ممتاز كان من جاد خليل. بيعمل موف إلايجا توماس بياخذ الخطا. لكن عنده اثنين فري ثرو. لاعب جامعه كلمسون بالان سي دبل اي. لعب مؤخرا بالدوري التركي تي بي ال يعني سكند ديفيجن. كان عنده بيرسنت 70% على الفري ثرو. بالدوري النيوزيلندي كان عنده 63%. عم يسجل الاولي. سبع نقط لتوماس. تاني ما بينجح فيها. ريبوند لوالتر هانش. والتر هانش. وهون لنشوف السله محتسبه لان ضرب البورد إيلايجا توماس. رح نرجع نشوف بالريبلاي. اذا كاونتد. هلا بعد ما زدوها بالملعب هلا بزدوها. سلت والتر 13 نقطه صار عنده والتر هاج. عزيز بياخذ تسديده ثلاثيه. الريباوند لصالح باسل حرفوش. بلم الطابه باسل وبياخذ الخطا بطريقه ذكيه الحرفوش. بالعاده عم نشوف تأخر يسدد على السله ليقدر يأمن الفاول. كريم عز الدين عم يرجع على ارض الملعب. من دقايق عنده ثلاثة فاول في يلعب برياحة. تقدم 5 للحكمة 8 دقايق و13 ثانية. باسل تسجل الاولي. النقطة الرابعة. عفوا بس النقطة السابعة. سجل اثنين ثري بوينتس. بضيع المحاولة الثانية الحرفوش. واحدة من اثنين. حكمة اب باي 6 8 دقايق. رح تكون نهاية صعبة على الفريقين. جاد خليل. يعطي والتر هاج. والتر لجيمي سالم. جيمي بفضي لوالتر بياخذ المحاولة الثلاثية. الريباوند لمين؟ باسكت ان لصالح سوبر جيرار. شو هالجيرار؟ كيف قدر يلم الطابة ويسجل تحت السلة؟ شوفوا بالريبلاي كيف أخذ الطابة وقدر ينهي بنجاح. بوبو كمان على ارض الملعب.
عم نشوف هون كيف عم بحمسه جاد لسيكويك لانه ما اعطي وقت كثير. عم يسترجع بوبو على ارض الملعب بوقت جيرار رح يكون عنده الاند 1. 13 نقطه لجيرار حديديا. بضيع الفري ثرو. باسل حرفوش على الديفنسيف ريباوند بيطلع هو بالطابه. ويليامز إلايجا جورج ويليامز ما بينجح. ريباوند لجيرار كمان جيمي سالم. يطلب البيك من جيرار حديديا. جاد خليل هو اللي عم يسدد ما بيسجل عن الارك. عز الدين الريباوند رقم 8 له بالجيم. ملا جيم. باسل كريم عز الدين. كريم عم يلعب على جيرار حديديا بفضيله جورج ويليامز. ويليامز بياخذ الفاول بيشتريه شرايه. اشتريه قال له قد ايه حقه بدي اياه بالماني تايم. اخذ الخطا وميريام على اعصابه. اثنين فري ثرو لويليامز. بسجل الاول جورج ويليامز 15 نقطه بصير رصيده. فول هاوس ملعب غزير على الاخر. إذا اليوم وهيك أمام بطل إيران شو رح يصير؟ بدي أذكر إنه بكرة رح يكون في مباراة كمان على شاشة ام تي في. أنا اس اي بواجه الرياضي بمجمع فؤاد شاب بجوني على الساعة 5 إلا ربع. الخميس أنطونية أنترانيك على اس بي اي وبيروت 6 الساعة 7. سبت هوبس بيروت على الساعة 5 إلا ربع على شاشة ام تي في. جيمي سالم بمر لدوين جاكسون. شوفوا كم لاعب ومين عم يسجل. ما في حدا غيره. سوبر جيرار حديديا 15 نقطة بخلي الأمان لفريقه. بسجل نقطة ال 15. جورج إلايجا يعطي بوبو بياخذ تسديدة ثلاثية. بوبو ما بسجل. بوبو الريباوند لصالح جاد. يوم الاحد شاوفين ميروبا كمان على اس بي اي تحت السله بسجل دوين جاكسون. عم بسجل نقطه ال 14. الفرق نزل لنقطتين بس. اليوم فيها مجنونه. ويليامز بيخسر الطابه. جورج ويليامز فرصه لفريق هومنتمن وفي ووكينج على جيمي سالم. شو هالديفنس يلي عمله بوبو. خمس دقائق و25 ثانيه. حكمه قبيته ولا مره قدر هومنتمن يتقدم. قدر عدل بس ولا مره تقدم. رودريك بيعطي رضوان سليماني اللي بيرجع على ارض الملعب. عزيز عم يستلم بعد عنده الثانيه بياخذ التسديده. احمد ابراهيم ما بينجح. الريباوند لصالح دوين جاكسون. جيمي سالم بيطلع بفضل ياخر الهجمه. يلعب على السيت اوفنس بدلا من الفاست بريك. وولتر هادج بيشتري الفاول كمان واثنين فري ثرو. ذكي وولتر هادج ما بده يخاطر بتسديده. تفضل يروح على الفري ثرو.
والتر هاتش. والتر بيسجل الأول، والتر هاتش نقطه ال 14. نزل الفريق لنقطة. جيرار حديد يقبض ريبون ليعمل دبل دبل، وولتر هاتش عم يعدل الأرقام من جديد هالمرة على النقطة السبعين. رودريك أحمد إبراهيم، أحمد بمرر لرودريك عائل، العائل بعد عنده ست ثواني يعطي كريم عز الدين، كريم بيفوت تسديده صعبة صعبة كثير ما بتنجح. دوين جاكسون فرصة لعمان بده يتقدم للمرة الأولى للجيم قبل أربع دقايق ونص من نهاية المباراة المجنونة. وولتر هاتش بمر للخليل، وولتر ممكن يلي يتقدم، إذا تقدم عمان رح يكون تقدم معنوي. وولتر ما بينجح الريباوند لرودريك عائل، العائل عم يمرر لكريم عز الدين، احمد ابراهيم خاطئ لصالح احمد. هيدا الرابع فاول على فريق هومنت من الفريقين بالبونص صاروا. اي خطا في فري ثرو من هلا لنهايه الجيم. احمد ابراهيم يعطي رضوان، رضوان عم يسدد، مش معقول. رضوان سليمان 43 سنة من الخبرة عم يحطهم بأرض الملعب، بأرض ملعب غزير ليعيد التقدم باللون الأخضر. ثالث ثري بوينتس لرضوان. وين بده يجرب يرد من السيدة الثلاثية؟ أنا كنت أكيد رح يسدد عن الأرض، هيدي طريقته، هيدي شخصيته لدي جي، لكن هالمرة ما بيسجل. دوين جاكسون الحكمة بيبقى متقدم بفرق ثلاثة. رضوان بيعمل فيك بمرر لمين؟ لا 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 لا، اي لاف ذيس جيم. هيدي شو يا كريم، هيدي شو يا رضوان. رضوان سليمان سدد عن الارك بنجاح المرة الثانية، سحب المدافع لعنده قال له تعال عندي، اخترق مرر فشخ الامين. لاعب اسمه كريم عز الدين اليوم عم يتعملق. هيدي نقطة 16 لكريم، تايم اوت للمدرب جون جاعش. شوفوا هالريبلاي، شوفوا ما اللي صار. خمسة وسبعين سبعين، ثلاثة دقايق ونص. بريس من قبل فريق الحكمة. جاد هون رودريك عائل بالديفنس، جيمي سالم عم يستلم، وولتر هاتش للخليل. جاد يعطي دي جي، بيعمل فيك، يخترق دوين جاكسون اند وان، بسجل مع الخطأ دوين جاكسون. شو هالفيك اللي عملته يا دي جي؟ فيك اخترق قدر سجل. شوفوا الفيك اللي عملها على كريم عز الدين، ما كان عنده حل رودريك إلا الفاول. وهون في تكنيكال فاول على المدرب جاد الحاج. إذا تكنيكال فاول كمان على المدرب جاد الحاج. 16 نقطة لدوين جاكسون. وولتر هو رح يسدد رمية التكنيكال فاول. وولتر هاتش بسجل، وولتر بسجل فريتو بنزل فريق لنقطتين. 16 نقطة لوولتر هاتش.
مع 6 اسيست، افضل لاعب عامل تمريرات حاسمه بالجيم. بينما احمد ابراهيم عامل 4 دوين جاكسون مضيع الفري ثرو، رضوان على الريباوند. اخر 3 دقائق بالجيم، رودريك، احمد ابراهيم، حكمي قبيطوه، خاطئ لصالح احمد. المدرب جون جاس عم يعترض. اثنين فري ثرو لاحمد، 8 نقط 4 اسيست لاحمد اليوم بالجيم. بسجل الاولى احمد ابراهيم، نقطه 9. بسجل كمان الثانية، دبل فيجرز من نقط لأحمد إبراهيم. في 4 لاعبين بفريق الحكمة عاملين دبل فيجرز، كثير مقسم سكور عند الفريقين، كثير واو يعني، الكل عم يشتغل. دي جي، شوفوا جمهور الحكمة قديه عم يضغط، عم يضغط بالملعب لحتى يعمل ارباك للاعبي فريق عمان من ستاب باك. دوين جاكسون ما بينجح، الريباوند لاحمد ابراهيم كمان، عمل البوكس اوت مين رضوان سليمان. شو عم يعمل شغل بارض الملعب، عم يعمل شغل كثير، ما ببين بالارقام، مش دائما ببين بالستاتس، بس عم يعمل شغل جبار بارض الملعب. احمد ابراهيم كمان بيك من رضوان، رضوان بيستلم، رضوان عنده بعد ثانيتين، رضوان فيد اواي بسدد، لا 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 يا رضوان يا سليمان، لاعب 43 سنة عم يتعبلق، بسجل وبنزل الفارق. وولتر هاتش ما بخليه يتهنى فيها، بقول له أنا ملك الملاعب اللبنانية، أنا يلي عملت أرقام كبيرة وجبت لعب بطولة لبنان. بسجل من الجيد كمان وولتر، 18 نقطة لوولتر، 16 نقطة لرضوان سليمان. عادة عم تشوف هون الستيل يلي عمله جيمي سالم، عم يطلب تشالنج المدرب جون جاعز، تصور بده اياها ابجريد، عم يطلبها لتكون يمكن اون سبورتسمان، يمكن الحكم سوف الريجولر فاول. هون له حق يطلب تشالنج على الفاول اذا داون جريد او ابجريد. قرار الحكم عم يرجع يطلب اكثر من انجل. رح ياخذ قرار، ريجولر فاول. لكن عنده 2 فري ثرو جيمي سالم. بضيع الاولى جيمي، بضيع المحاولة الاولى. 5 نقط لجيمي سالم بهالجيم. بسجل المحاولة الثانية، جيمي سالم بنزل الفريق لثلاث نقط بين الحكمة وهومنتمن. أقوى مباريات المرحلة. رودريغ بعد عنده 10 ثواني، رودريغ عاقل. رودريك بمرر لكريم عز الدين، عزيز بياخذ تسديده صعبه، بياخذ تسديده صعبه، عزيز عبد المسيح عم يسجل السله الاصعب بالمباراه. ما معقوله ملا 3 بوينتس يا عزيز، هيدي السابعه لاله بهالموسم، الثانيه بالجيم، بيطلع الفريق لسته بوقت حساس جدا جدا. جاد خليل، شوفوا جمهور الحكمه، براشر براشر، صريخ باقصى قوه. والتر هاتش ما بينجح، رضوان بلم الديفنسيف ريبورد،
رودريك بقول لهم بده يكسر تيمبو الجيم، بطلع الطابه ببطء شديد، بده يجرب اكيد يضيع كل الثواني العقل، بده يلعب مع الوقت. والتر هاج ديسكواليفاينغ فاول، ديسكواليفاينغ فاول على والتر هاج. ما بعرف شو صار بصراحة، إذا صار حكي بين والتر والحكم. والتر هاج عم يعترض. إذا مبين عنا شيء مخرج، إذا صار في احتكاك. يطلع من ارض الملعب. جورج ويليامز. اذا هون عم نشوف والتر. جورج ويليامز خليني اقول لكم هيدي اول فري ثرو بضيعها بهالموسم. ما بضيع رمية حرة، ضيع. 44 ثانية. هنا 86 تايم اوت. هلا جيم، هلا جيم اليوم. اخر 44 ثانية. عم نشوف هون رئيس نادي الحكمة استاذ رايان الحداد مع سعادة النائب جهاد بكردوني داعم فريق الحكمة، قال لي ارتاحوا نسبيا بس بعد في 44 ثانية. هيدي كرة سلة ما في شيء بينتهي. رودريك يعطي رضوان. احمد ابراهيم. احمد بمر لجورج ويليامز، اوبن شوت، بياخذ التسديده، بسجل جورج ويليامز، يقضي على المباراه جورج ويليامز، بيطلع الفرق لتسعه، سكور افريج كمان، ما بدهم ينسوا اكيد الفريقين سكور افريج، وجيمي سالم بينزل الفارق، بينزل الفارق جيمي سالم ما تشيل نقطه الثامنه، وبياخذ الخطا كمان، لانه في مباراه بالرتور بملعب مزهر. وما ادراكم شو ملعب مزهر، رح يكون بالمباريات كلها عم نشوف فول هاوس، كيف بالمباريات الحساسه والكبيره. كريم عز الدين على ارض الملعب بدلا من عزيز. جيمي سالم بسجل فري ثرو. جيمي نقطه التاسعه بالجيم. براس من قبل فريق هومتر، هذا اللي عم قلكم اياه. كريم بمرر الطابه لرضوان سليمان، توصل لمين؟ لجورج ويليامز. جورج ويليامز بيعكسها لرضوان سليمان. احمد ابراهيم بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل. المحاوله والمباراه عم تنتهي بفارق ست نقط، 85-79. الفوز الثالث على التوالي لصالح فريق الحكمة بستيب بطولة لبنان لكرة السلة، بعد فوز صعب وصاخب على فريق هومنتمن بنتيجة 85-79 وبفارق ست نقاط. رح نبلش أكيد بمقابلات بشكل سريع نحن وياكم، بوقت عم نشوف جمهور فريق الحكمة عم يحتفل بطريقته على المدرجات. رح نبلش بالأول مع المدرب جون جاعس. كوتش
صعبة كانت كثير المباراة، بأي لحظة كان في حيالها فريق يفوز. كان مرة عدلتوا النتيجة بس ولا مرة تقدمتوا، كان تقدم يمكن لو عملتوه كان تقدم معنوي رح يكون 100%. هذا المطلوب، كان لازم ضلنا رايقين، ما نغلط، ما نطلع على الهجوم، نطلع على الدفاع. وقت يصير الجيم كلوز مع هيك جمهور، أمرار اللعيبة بغلطوا بصيروا يهاجموا، ما لازم نهاجم، لازم نلعب أروع. بس خلينا الفرق قريب، بس آخر شيء أخذنا الشوت. بس تو باد التو تكنيكلز لوولتر بالشوطة، كان في ياخذ 3 شوت فيها طلع برا. اليوم يعني فريق هومات عم يتعرض لخسارته الثانية، واضح جدا أن الفريق عنده كثير بوتنشل بعد. وين بتشوف فريق هومنت من بعد الخسارتين والفوز الوحيد لهلا؟ نحن مثل كل الفرق عم نشتغل لنحسن الاداء الاجانب تبعنا. مثل ما لاحظت اداء الاجانب مش كله اللي عم يكونوا بذات الليفل. البطوله طويله ورح نحن نحسن حالنا. الريجولر سيزون عم ندس النبض بعدنا، بس ايفنشولي ويل ستيب اب. وين الشرافه اليوم؟ الشرافه تركناها بالهومنتون، بس جردنا قد ما فينا. برافو للشباب قاتلوا، ومبروك لنادي الحكمه، جريت فانز، مبروك لادارته. تحياتنا لجيمان وكيان كمان، ثانك يو. اذا جون جاعز مدرب فريق هومنتون بروح بالسرعه على زميلتي جاجا.